السلام عليكم أيها الرائعون، حياكم الله جميعا أينما كنتم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله سوف نشرح طريقة تطعيم التين بالبرعم أو بالعين اليقظة المأخوذة من الأغصان الحديثة النمو. إذا ما هو الهدف أو الغرض من التطعيم أو سبب إجراء عملية التطعيم على التين؟ نقوم دائما بإجراء عملية التطعيم على الشجرة بهدف تغيير نوع الشجرة بشجرة ذات نوعية جيدة. وعلى سبيل المثال هذه الشجرة التي أمامكم هي شجرة التين من النوع الأخضر، وأريد أن أقوم بتطعيمها بشجرة التين المغربي الأسود. ماذا سنفعل؟ نقوم أولا باختيار غصن من شجرة التين الأسود. هذا الغصن يجب أن يكون يحتوي على براعم ويكون غصن جديد من هذه السنة. ثم نقوم بإجراء شق في أسفل البرعم وأعلى البرعم ومن الجهة اليمنى واليسرى للبرعم من أجل فصل البرعم عن الخشب. ثم نقوم بوضع الشق في حامل الطعم على شكل حرف التي بالفرنسية، ومن الأفضل أن تكون حرف التي مقلوبة، لأن من خلال هذه الطريقة نكون قد منعنا صعود حليب التين إلى البرعم. أما فيما يخص موعد التطعيم بالعين اليقظة المأخوذة من الأغصان الربيع فهو يمتد من شهر يونيو إلى منتصف شهر شتنبر، أي من الشهر السادس إلى منتصف شهر التاسع. وبعد إزالة العين اليقظة من الغصن نقوم بإدخالها في الشق الذي وضعناه في الشجرة الأصلية على شكل حرف التي المقلوبة. نقوم بإدخال العين من الأسفل إلى الأعلى، وكذلك نبدأ عملية الربط من الأسفل إلى الأعلى. وبعد 3 أسابيع نأتي إلى هذه الشجرة ونقوم بإزالة هذا الشريط على البرعم، ويبقى البرعم لا ينمو في هذا الخريف حتى الموسم القادم. نقوم في الموسم القادم بقطع هذه الشجرة من أعلى البرعم ويبدأ البرعم في النمو. أتمنى منكم الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.